وبره الشباب بقى كمان بره بيسوقوا، يعني فريق التسويق الدولي بدوله اكوادور، احنا امبارح اتكلمنا على روسيا، النهارده اكوادور عملوا زياره لجامعه اكوادور، اول جامعه تم تاسيسها وتاني اكبر جامعه عندهم، والفريق ده فريق دولي من الشباب ابتدوا ان هم يعرضوا ويسوقوا لمنتدى شباب العالم اللي هيقام ان شاء الله في مصر، فادي الشباب هم استاذ بشير في شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله، وابتدوا ان هم يسوقوا تسجيل ازاي نسوق، يعني حاجه رائعه جدا. امبارح كمان كان شباب من روسيا بيعملوا ده، فكل شباب العالم على فكره بيحاولوا ان هم يشيدوا بهذا، ونفسهم طبعا ان هم يجوا، مرحب بيهم دايما في مصر، احنا سعداء وبنفخر بالحاجات دي. استاذه انا ما حضرتش المنتدى في شرم الشيخ السنه اللي فاتت، لكن كتبت عنه، شفته مشاهده، متعه المشاهده كانت مخلياني جوه الحدث نفسه. صحيح. فتخيل اللي كانوا جوه الحدث كانوا عاملين ازاي. انت مفيش لحظه ما لفتش انتباهك حدث في بدايه من الاعاد وانتظار بدايه حفل افتتاح والحاجات اللي كانت بتطلع والقاعه والحاجات دي كلها. انا شايف ان احنا لازم نستثمر المؤتمر المنتدى اللي جاي ان شاء الله في اللي انتوا عرضتوه من شويه، علشان دول سفراء للعالم كلهم. صحيح. هيجوا. تاني حاجه، يعني اتمنى في المؤتمر اللي جاي اكيد هنعرف ايه اللي تم تنفيذه من توصيات المؤتمر اللي فات. واعتقد ان في خليه نحل شغاله في ده. مظبوط. ويا رب يكون كل اللي طلب في المنتدى اللي فات تم تنفيذه ونشوفه على ارض الواقع في المنتدى اللي جاي. هنتابع اكيد طبعا في نوفمبر معاكم منتدى شباب العالم اللي بنفخر بيه وبنفخر فيه طبعا قيامه على ارض وطننا الحبيب مصر.